بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب فيكم في المحاضرة الثانية في الفازي اكسبرت سيستم. طبعا هذا المساق للتذكير هو CI 4304، طبعا مساق الذكاء الاصطناعي. طبعا اليوم حنحكي عن المحاضرة الثانية عن في الفازي اكسبرت سيستمز، وحنحكي عن الفازي انفيرنس او الاستنتاج في الأنظمة الخبيرة الضبابية. اوكي طيب اوكي الحقيقة عملية الاستنتاج في الـ في 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 الأنظمة الضبابية في عنا نوعين، في عنا مانداني فازي انفيرنس وفي عنا سوجينو. بدنا نشوف الفرق بيناتهم، تمام؟ والمحاضرة القادمة إن شاء الله بناخد كيس ستادي إنه كمثال متكامل إنه إحنا كيف نعمل عملية بناء نظام خبير. أوكي طيب عملية الاستنتاج في المنطق الضبابي، احنا في المحاضرة الماضية للتذكير انه كان في عنا للتذكير كان في عنا انه الانبوت انه انا كان في عندي الهايت كفازي ست زي هيك كان شكله الاتش، تمام؟ وبده يصير في عندي فازي انفيرنس انه انا بدي استنتج الويت، وكان برضو انه تزايده بهذا الشكل انه كل ما كل ما زاد الهايت بيزيد الويت، وكانت انه العمليه انه مونوتونيك سيليكشن انه على سبيل المثال انه الهايت انا عندي نفترض انه للشخص البالغ من 60 لغايه 210، اوكي تمام، والويت انا عندي من خليني اقول من 70 لغاية 120 على سبيل المثال. فبالتالي انه عملية المونوتونيك سيليكشن طبعا هذا الرينج هنا انا عندي من 0 لغاية 1 وهنا انا عندي 0.5، وهنا نفس الشيء انا عندي من 0 لغاية 1 وهنا انا عندي 0.5. والمونوتونيك سيليكشن انه على سبيل المثال لو اجى واحد انه الوزن تبعه 80، فبالتالي انه بشوف قديش الممبر شيب تبعته، تمام، انه مثلا على سبيل المثال 0.3، هذه بروح بعملها اسقاط بالشكل هذا انه ال 0.3 انا عندي في الويت قديش انه انا بتكون انا عندي عفوا اذا كان واحد طوله هنا انا ذكرت انه وزنه 70، لا طوله كان 80 سنتيمتر، تمام، فاللي طوله 80 سنتيمتر انه باخذ ممبرشيب في الهايت بمقدار 0.3، وهنا ال 0.3 في الويت قديش بيكون الوزن كانبوت، فبالتالي انه مثلا بيطلع انا عندي الوزن 90 او شيء من هذا القبيل، او لا يعني انه اعتقد انه هاي ممكن انه هي تكون 75 يعني شكل، لانه 90 لانه انا عندي هنا السكيل من 70 ل 120، انه السكيل مش كتير انه واسع. فهاي عملية المونوتوليك سيليكشن، لو كان انا في عندي ويت او هايت تاني بيكون بنشوفه بهذا الشكل، بنسقط انه خط رأسي بهذا الشكل قديش انه الممبرشيب تبعته 0.8، ال 0.8 هنا
نعمل اسقاط البوينت 8 مثلا قديش انه هي بتاخد في الويت بهذا الشكل. فهذا المونوتونيك سيلكشن. طبعا هذا الكلام لما يكون في عندي اكثر من انبوت واكثر من اوتبوت بقدرش انه انا اطبق هذا الكلام، بده يصير انا في عندي كومباينيشن، وهذا اللي بيخلينا او اللي بيخلينا انه احنا ندرس الفازي انفيرنس، انه كيف بتتم عمليه الاستنتاج لما تكون انا في عندي في الرول اكثر من يعني اكثر من انتيسيدنت، وفي الكونكلوجن بارت انه اكثر من كونكلوجن. فهاي هي الفكره تبعت درس اليوم. طبعا اكثر الطرق المستخدمه انا عندي اكثر الطرق المستخدمه انا عندي للفازي انفيرنس اسمها مامداني ميثود. طبعا هاي الميثود انه يعني طرحها العالم ابراهام مامداني، تمام، هو عالم من تنزانيا، وطبعا في كان انه هو بيشتغل في يونيفرسيتي لندن، في لندن يونيفرسيتي في ال 75 هو طرح اسلوب الاستنتاج وسماه باسمه انه المامداني ستايل، تمام، وهو اول نظام للفازي سيستم عشان نعمل كنترول للستيم انجن، تمام، واستخدم مجموعة من الرولز اللي تم تزويدها من قبل experienced human operator. أنا بنرجع بنأكد على هاي الشغلة إنه الفازي رولز عادة إنه بتم استخراجها من الدومين اكسبرت، وهذه العملية مثل مثل الاكسبرت سيستم العادي اللي هي بنسميها عملية النوليدج انجينيرينج، انه بيتم استخراج النوليدج بيتم استخراج المعرفة من experienced human operator او من domain expert. ايش الخطوات تبعتها في المامداني ستايل فازي انفيرنس؟ فينا عندي اربع خطوات باختصار. الخطوة الاولى فازيفيكيشن، الخطوة الثانية رول ايفاليويشن، الخطوة الثالثة اجريجيشن انه انا بروح بجمع الاوتبوت، تمام، والخطوة الخامسة الرابعة دي فازيفيكيشن انه انا بحول هاي ل فاليو في اليونيفرس ديسكورس، تمام. الفازيفيكيشن ان انا باخذ الفاليو من اليونيفرس ديسكورس وبحصل ممبرشيب، تمام، يبقى هنا الناتج انا عندي الانبوت فاريبل، تمام، باليونيفرس ديسكورس، واليونيفرس ديسكورس حكينا انه هذا المصطلح بده يمر علي بكثره، انه على سبيل المثال انه اليونيفرس ديسكورس لطول الشخص البالغ من 60 ل 210 مثلا او 220 سنتيمتر. درجة الحرارة، درجة حرارة المحرك بتتراوح بين مثلا 10 درجات مئوية الى 120 درجة مئوية مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انه انا باخد الانبوت من اليونيفرس ديسكورس وبحصل انا عندي الممبرشيب فانكشن، وكنا بنرمز لها دائما ب ميو، تمام. بعديها الرول ايفالويشن انه بروح بطبق الرولز هذه انه حسب كل واحدة الفازي ست تبعتها. عادة الرولز كلها بتشتغل، معظمها يعني في الغالب انه هي بتشتغل، وهذا احنا حكينا عنه في محاضرة سابقة، كنا نحكي انه بيصير انا عندي الرولز بيصير لها فايرنج بشكل بارشالي، انه بشكل جزئي، لانه يعني كلها يعني في لها ممبرشيب معينه وبصير لها فاير بشكل جزئي. فبالتالي انا بيكون فينا عندي اكثر من اوتبوت. الاكثر من اوتبوت هذا في الخطوه رقم 3 بدي اعمل له اجريجيشن، بدي اعمل له تجميع، بروح بيطلع انا عندي فاينل اوتبوت، يعني اوتبوت وحيد. هذا الاوتبوت بعمل له ديفازيفيكيشن، انه انا بروح بحوله من اليونيفرس ديسكورس اللي هي من الزيرو للواحد
لغاية للرينج اللي هو اليونيفرس ديسكورس. تمام؟ يعني على سبيل المثال انه ممكن انا طلع عندي انا عندي القيمة مثلا 0.7. تمام؟ ال 0.7 هذه في اليونيفرس ديسكورس كرينج انه حسب الدومين او حسب الابلكيشن ممكن تطلع مثلا على سبيل المثال 420 مثلا. اوكي؟ فهاي الاربع خطوات نرجع بنذكر فيهم مرة تانية: فازيفيكيشن، رول ايفالويشن، اجريجيشن، دي فازيفيكيشن. هناخد الستيبس هذه واحدة واحدة بمثال. لنفترض انه انا في عندي ثلاثة رولز، هي الرول الاولى، هاي الرول الثانية، هاي الرول الثالثة. تمام؟ هاي الرول ايش بتحكي؟ انه في عندي 2 input و 1 output. لاحظوا انا في عندي انه input، انا عندي x و y وهنا x و y، x هذه الرول فيها بس input واحد، والoutput انا عندي z z z هو output واحد. لاحظ انه انا في عندي هنا كمان or وهنا عندي and، فبالتالي انا عندي الكومباينيشن بين الرولز مختلفة. اوكي؟ طيب الرول هذه احنا هنا رمزنا لها بسيمبلز برموز عشان تسهل علينا العملية، وهنا انه هاي الرول الاصلية. شو بتحكي الرول هذه؟ اذا كان البروجكت funding is adequate، تمام، والبروجكت staffing is small، فبالتالي الريسك بيكون low. يعني إذا كان أنا عندي التمويل في المشروع كافي، وكان إنه أعضاء الفريق في المشروع اللي بيشتغلوا في المشروع صغير، فبالتالي إنه بتسهل إدارتهم، فبالتالي الريسك منخفض في المشروع. الرول الثانية بتحكي إنه إذا كان project funding is marginal، يعني يدوب يكفي على الحفة، تمام، والستافينج project staffing is large، أعضاء الفريق إنه يعني تخيلوا إنه في عندي في مشروع إنه أنا بدي أعمل run ل ل ل ل لفريق مكون من 100 شخص، فبالتالي إنه في ريسك إنه إذا كان إنه أنا عندي الستافينج large وأنا عندي الفاندينج marginal، فبالتالي هنا بيكون الريسك normal للدرجة تبعته. وهنا الرول الثالثة بتحكي انه اذا الفند مش كافي فبالتالي الريسك هاي، انه اذا كان انا عندي مشكلة اصلا في الفلوس فبالتالي انه لا، يعني هاي انه انا ممكن اعمل ميتيجيشن للريسك، انه انا عندي الفند تقريبا كافي ولكن انه البروجكت ستافينج از لارج، فبالتالي بتصير الايفورت عليا. لكن اذا كان اصلا الفند مش كافي فبالتالي انه اي ايفورت انا بدي اسويها بتكلف فلوس، مش حقدر انه انا انه انفذها لانه انا ما فيش عندي فند، فبالتالي الريسك از هاي. انا بتوسع في الدومين رولز لانه هذه الشغله كتير مهمه انه احنا نكون فاهمين هاي الشغله، ونحاول ان احنا نطبقها يعني بامثله انه هي قريبه للواقع. طيب ايش بنلاحظ؟ انه هنا انا عندي الفاريبل، هنا بروجكت فاندينج، هنا بروجكت فاندينج، هنا بروجكت فاندينج. شو الفاليو اللي اخذها؟ ادكويت، مارجينال، ان ادكويت. فبالتالي هذه ثلاث مجموعات، هذه ثلاثه سيتس، تمام، والفاريبل اللي هو البروجكت فاندينج. فخليني اكتب لكم هذا الكلام، انه هذا وهذا وهذا، هذول الثلاثة عبارة عن variable، وهذول تمام عبارة عن sets، fuzzy sets بالأحرى. تمام؟ ونفس الكلام انا عندي في البروجكت ستافينج، يعني ممكن انه الستافينج انه انا عندي هنا بروجكت ستافينج، ستافينج انا في عندي هنا تو سيتس، سمول ولارج، فبالتالي الفاريبل
اللي هو الستافنج والسيتس، انا عندي تو فازي سيتس اللي هو سمول ولارج. والريسك هذا برضو فاريبل ثالث، والسيتس اللي موجوده فيه اللي هي اللو والنورمال والهاي. اوكي تمام. فبالتالي انه لو حكينا انه البروجكت فاندنج اكس والستافنج واي والريسك زي، بصير انه انا بتعامل معاها بهذا الشكل انه كرموز عشان انه يسهل علي الموضوع. اكس واي زي اكس واي زي وهنا اكس. طبعا الفازي سيتس انه بحكي انه اي 3 انادكويت، بي 1 سمول، سي 1 لو، اي 2 مارجينال، بي 2 لارج، سي 2 نورمال، اي 1 انادكويت، سي 3 هاي. بهذا الشكل. طيب نيجي للخطوة رقم 1 اللي هي الفازيفيكيشن. هذه أول خطوة. تمام شو بدي أسوي؟ بدي أخذ الكريسب إنبوت اللي هي X1 وY1، تمام، اللي هو البروجكت فاندينج والستافينج. طبعا هنا هذا اليونيفرس أوف ديسكورس. تمام البروجكت فاندينج ممكن أنا أحكي إنه هو بتراوح مثلا بين بين على سبيل المثال انه 10,000 لغاية 10 مليون بهذا الشكل. فبالتالي باجي بقول انه والله تمويل المشروع هذا قديش؟ 120,000، 500,000، باخد انه القيمة هذه من الرينج وبجيب الممبرشيب. انا عندي A1 A2 A3 اللي هي على ما اعتقد انه inadequate normal او عفوا مارجينال و اي 3 ادكويت. بس خليني اتاكد اي 3 ادكويت اللي هي، و اي 2 اللي هي في النص مارجينال، وبنبدا ب ان ادكويت. طبعا هيك بشكل منطقي. تمام وهنا نفس الشيء بالنسبه للستافينج، انه انا عندي في اعضاء الفريق ممكن يكون انا عندي المشروع انه من 10 اشخاص لغايه مثلا 130 شخص انه كان ماكسيموم ممكن يشتغل معايا في هذا المشروع. طبعا هذا حسب بتحدد حسب الدومين او حسب البروبلم. فبالتالي انا باجي بقول كم شخص بيشتغل معايا في هذا المشروع؟ 13، هاي 13 تمام، وباخذ الممبرشيب بهذا الشكل. قديش انا عندي شغال؟ 47 تمام، انه بشوف قديش انه الممبرشيب. هاي مقصود بالكريسب انبوت، انه انا ببني انظمه خبيره للبروجكت. فبالتالي هنا انه هنا بقول انه البروجكت عاده قديش انه التمويل تبعها؟ التمويل تبع المشاريع بتراوح من 10,000 ل 10 ملايين، انه انا بحطه كرينج. وعدد الاشخاص ممكن انه يشتغل من 3 اشخاص مثلا لغايه 500 شخص. فبالتالي انه انا حطيته زي هيك. باجي بطبق هذا الكلام على مشروع معين، باجي بقول المشروع هذا قديش تمويله؟ باخذ الكريسب انبوت، كم شخص بيشتغل فيه؟ 5 7 13 47 89 شخص. فباخذ الكريسب انبوت، وبالتالي انه انا بروح بحصل الممبرشيب. اوكي طيب على سبيل المثال انه بغض النظر عن اليونيفرس اوف ديسكورس او الرينج عفوا او الرينج تبع البروجكت عندي، لنفترض انه القيمة انا عندي اكس واحد واخدت ممبرشيب في اي 2 من عشرة تمام، وفي ممكن اغير لكم اياه باللون الازرق اعتقد الموضح ممكن يكون. بالتالي حكينا انه اكس واحد وهنا انه بوينت 2 في اي 2 هي القيمة هذه هنا، وبوينت 5 A1 تمام. طبعا A3 0.0. اوكي نيجي الان للكريسب انبوت الثاني. انا عندي Y1 لنفترض انه هي موجودة في الرينج هذا، اخذت ممبرشيب انا عندي 0.1 و 0.7. فبالتالي انا عندي في B2، لاحظوا انا في عندي 2 sets بهذا الشكل،
اللي هي على ما اعتقد انه البروجكت ستافينج سمول او لارج، يعني شكله في تداخل بيناتهم. فبالتالي واي واحد حصلت انه بوينت واحد في السمول و بوينت 7 في اللارج. اوكي طيب، هاي الخطوة الأولى خلصنا. هنيجي للخطوة الثانية الرول ايفالويشن. فبالتالي بدي اخذ الفيزيفايد انبوت، تمام، اللي هو الممبر شيب اللي هو 0.5 و 0.2 و 0.1 و 0.7، وبروح بطبقهم على الرولز الانتسيدنت تبعت الرولز عشان بدي اعمل رول ايفالويشن. طبعا هنا بدي انه انا اطبق الفازي اوبريتور الاند والاور، والاند انه انا باخد المينيموم، تمام، الان باخد المينيموم والاور باخد الماكسيموم زي ما شفنا انه العمليات اللي بتصير على المجموعات، تمام. فحنشوف ناتج هاي الخطوه زي ما حكينا انه الاور هي عباره عن يونيون وهي عباره عن ماكس بين التو ممبر شيبس بهذا الشكل، وال and هي الانترسكشن وهي المينيموم بين التو ممبرشيب. يعني انا عندي ممبرشيب، انا عندي في A و B، شو اخذ منهم؟ باخذ الماكسيموم في الاور وهنا باخذ المينيموم. حنشوف هذا الكلام حيوضح انا عندي في المثال. يعني على سبيل المثال انه الرول هي الرول رقم واحد، تمام، شو بتحكي الرول؟ الرول انه if x is a 3 طبعا قيمتها 0 or y is b 1 قيمتها 0.1 طبعا then، لانه يعني انا عندي هاي الرول الاولى بدي ارجع لكم على الرولز هاي x a 3 y b 1 z c 1. نيجي نشوف الكلام هذا انه A3، باجي بتطلع هنا على الرسمة انه A3 حطينا انه هي 0.0 فعلا. فبالتالي هنا نرجع انه عند الرول هاي الرول رقم واحد X is A3 الممبرشيب تبعتها 0 or Y1 is B1 الممبرشيب تبعتها انه 0.1 بهذا الشكل. مدام انا عندي or بروح لاخد الماكسيموم. ايش الماكسيموم بين الزيرو والبوينت واحد؟ اكيد بطبيعة الحال البوينت واحد، تمام. فبالتالي هنا بيصير انا عندي بعمل بروجكشن وين انه زي بتساوي سي واحد او زي از سي واحد، انه حسب الرول. نرجع للرول هنا كمان مرة، زي از سي واحد. فبالتالي سي واحد قديش صارت القيمة تبعتها؟ انه كممبرشيب انه بوينت واحد، انه بنروح بنضلل هاي المساحة كلها تبعت سي واحد، انه تحت سي واحد. اوكي الرول الثانية، الرول الثانية طبعا بطبيعة الحال فيها A X is A 2 Y B 2، طبعا انا عندي القيم 2 من 10 و7 من 10، ومدام انا عندي AND بروح بطبق المينيموم. ايش المينيموم بين الاثنين من عشرة والسبعة من عشرة؟ طبعا بطبيعة الحال 2 من 10، تمام. فبالتالي انه زي از سي 2، فبالتالي بروح انه باخد انه 0.2 وبروح بضلل هاي المنطقة كلها تبعت سي 2. الرول الثالثة انه اكس از اي 1 then، هذا على طول مونوتونيك سيلكشن بتصير، انه انا عندي هنا 0.5، ال 0.5 هذه بروح بسقطها على سي 3 مباشرة بهذا الشكل، تمام. فبتصير بهذا الشكل. لاحظوا انه كل الرولز انه اشتغلت رول 1 و 2 و 3، وهذا بنرجع بنأكد انه في الفازي اكسبرت سيستم مش انه الرول يا ما بتشتغل او ما بتشتغل، لا بتشتغل بشكل بارشل. لاحظ انه انا عندي هنا الاوتبوت، انا عندي اكثر من اوتبوت، سي 1 0.1 C2.2 C3.5، فبالتالي أنا عندي أكثر من output. فبنيجي للخطوة الجاية إنه بدنا نعمل aggregation لهذا الoutput. هنشوف كيف.
طيب لاحظوا انه هنا لما عملنا اسقاط انه في الممداني ستايل انا في عندي اسلوبين في 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 الرول ايفالويشن. في انا عندي الاسلوب هذا اللي اسمه كليبينج. ايش الاسلوب هذا؟ انه انا فعليا بروح بقتطع حسب الممبرشيب من الفازي سيت في الاوتبوت. يعني هذا الكلام بيكون واضح هنا في الرسمة. خليني أشرح لكم إياه على الرسمة. أما السكيلينج إنه بأخذ جزء, يعني إنه يعني بعمل سكيل للشكل الرئيسي. طبعا هذا كلام يعني بالرسمة بيوضح بطبيعة الحال. يعني زي هذا كليبينج, كليبينج انا عندي على سبيل المثال انا عندي الاوتبوت طلع 0.2, فبالتالي انه هاي الفازي ست الاصليه بروح بعمل اقتطاع عند 0.2, فبالتالي باخذ المساحه هاي فقط. هاي الكليبينج اقتطاع, تمام. اما السكيلينج فعليا انه انا عندي الشكل الرئيسي انا عندي زي هيك, بروح بحافظ عليه, تمام, وبعمل له سكيل. لاحظوا انه الشكل الصغير هذا وانه بروح الشكل الرئيسي انا بروح بضربه في 0.2, لما اضرب في رقم اصغر من الواحد فبالتالي انه بيصغر, فبالتالي انه بيصير له تصغير او سكيلينج. فالفكرة هنا في الموضوع انه بيحافظ على نفس الشكل, وهذا هي اهم الفروقات اللي بين الكليبينج والسكيلينج. اوكي طيب نيجي نرجع للكلام هذا للتلخيص, انه شو الفروقات بين الكليبينج والسكيلينج. انه الكليبينج هي فعلا انه الطريقة الاكثر شيوعا, تمام, وبروح بعمل اقتطاع من الممبرشيب فانكشن الناتجة, تمام, فبالتالي انه انا باخد انه يعني التوب از سلايست انه بيتم اقتطاعها, تمام. اما السكيلينج انه بيكون على العكس. على اي حال انه الكليبينج هو يعني مفضل استخدامه لانه بيحتوي على اقل عمليات حسابيه ممكنه وفاستر ماثماتكس, تمام, وانه اسهل في الديفازيفيكيشن. بينما السكيلينج, تمام, هي اسلوب افضل في يعني عمليه الرول ايفالويشن. ليش؟ لانه بيتم الاحتفاظ بالشكل الاساسي او الاصلي تبع الفازي سيت, تمام, وطبعا انه كيف انه انت بتحتفظ بالشكل الاصلي انه بتروح بتعمل ملتيبليكيشن انه بالممبرشيب فانكشن بالشكل هذا, فبالتالي انه هو بصير له سكيلينج. طبعا هاي الميثود انه على الرغم انه هي افضل اسلوب ولكن انه مستخدمه بشكل اقل, تمام, وبتحتاج كومبيوتيشنال كومبلكسيتي اعلى. والميزة تبعتها انه ما بتفقد معلومات كتيرة من الشكل الاساسي تبع الممبرشيب فانكشن. اوكي لاحظوا انه احنا في هذا الاسلوب هذا مستخدمين فيه كليبينج, هنا مستخدمين فيه كليبينج, وهنا مستخدمين فيه كليبينج. اوكي طيب نيجي للخطوة اللي بعديها. انه انا برجع بذكر مرة تانية انه انا ايش في عندي. في عندي ثلاثة اوتبوت, C1.1, C2.2, C3.5, وبدي اعمل اجريجيت انه انا هيو زي 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 انه انا بدي اوتبوت واحد, فبالتالي بدي اعملهم اجريجيشن. برضو في الاجريجيشن انا في عندي اسلوبين. الاسلوب الاول هو انه الاسلوب الاول
انه بدي اروح اعمل سميشن للاشكال هذه اللي كليبت، انه هاي الشكل الاول اللي تم اقتطاعه وهي الشكل الثاني وهي الشكل الثالث، فبالتالي بيطلع انا عندي الناتج هذا بهذا الشكل، انه بعمل تجميع للاوتبوت. الخطوه الرابعه، فبالتالي انا عندي صار الاوتبوت انه يعني هي شكل واحد زي هيك، انه هي الزي. الخطوة الرابعة انه هذا الناتج بدنا نعمله دي فازيفيكيشن، بدنا نمبر منه. طبعا هذا عبارة عن مساحة، بدنا رقم بيمثل هاي المساحة. فبنيجي للخطوة الرابعة اللي هي دي فازيفيكيشن، تمام؟ فبالتالي انه الاوتبوت الناتج من الرول ايفاليويشن واللي تم تجميعه، تمام، بدنا نعمله دي فازيفيكيشن عشان نحصل منه على سنجل نمبر بيمثل هذه المساحة. طبعا طبيعة الحال في عندي طريقتين، في عندي طريقة اللي هو السنترويد او السنتر اوف جرافيتي، مركز الثقل، تمام. السنتر اوف جرافيتي مدام الموضوع انه هو مساحة، فبالتالي بتكون عبارة عن تكامل من الانترفال A ل P للممبرشيب فانكشن X في X DX على التكامل انه الممبرشيب فانكشن X DX بهذا الشكل. وانا هذا كلام حيوضح بمثال. هذه الطريقه الاولى في الديفازيفيكيشن. فبالتالي لو احنا اعتبرنا على سبيل المثال انه شكل المساحه اللي طالع زي هيك، بدنا انه نقطه بتمثل هاي المساحه كلها، وافضل نقطه هي بتكون عباره عن مركز الثقل للمساحه هاي كلها. طب كيف بدنا نعملها؟ نعملها بهذا الشكل، انه نرجع للمثال تبعنا، انه انا عندي هاي الشكل هذا اللي تم تجميعه بهذا الشكل. فبالتالي center of gravity لهذا الشكل انه انا عندي هنا 0 زائد 10 زائد 20، تمام. طبعا الممبرشيب قديش كانت هنا؟ الممبرشيب هنا كانت 0.1، اوكي. فبالتالي 0 10 20 ضرب الممبرشيب فانكشن. نيجي الآن عند الثلاثين، عند الثلاثين إنه تغير، أنا عندي الوضع تغير، إنه أنا عندي صار فينا انتقال من الممبرشيب بوينت واحد لبوينت اثنين، فبالتالي الثلاثين تحسب إنه لأنه أنا عندي الزيرو، الزيرو من زيرو لعشرة، وهنا من عشرة لعشرين، ومن عشرين لثلاثين. الآن عندي الثلاثين معناها من ثلاثين لأربعين تغيرت الممبرشيب فانكشن، فبالتالي المنطقة هذه إنه صحيح فيها انتقال، ولكن إنه تم اعتبارها انه مع البوينت واحد بهذا الشكل. طبعا هذه الانترفال برضو كذلك انه بيتم تحديدها من دومين اكسبرت، ممكن انا اقسمهم عشرات، ممكن اقسمهم خمسات، ممكن اقسمهم عشرينات. فالان الانترفال المناسبة اللي شافها الدومين اكسبرت عشان انه انا اعمل اجمع المساحة في الديفازيفيكيشن هي عشرات، واحنا اخذنا انه من 20 ل 30 انه انا عندي الممبرشيب هي 0.1 خلاص بهذا الشكل، لانه احنا هيو من 0 ل 10، من 10 ل 20، من 20 ل 30 انه بعتبرها كلها 0.1 لانه هذه فتره انتقاليه. الموضوع في ابروكسيميشن اكيد بطبيعه الحال، فبالتالي زي كانه انت بتعمل اجنور لهي المساحه، هاي المساحه ضئيله تمام نوعا ما بالنسبه لانه انت بدك تحسب مركز الثقل، فبالتالي مش حتأثر كتير انه مركز الثقل لو انزاحك شوية او انزاحك شوية. الفكرة انه انت زي كأنه بتعمل approximation ونسبة وتناسب انت عندك من الانبوت والاوتبوت. نيجي الى المنطقة الثانية اللي هي 30 40 50 60، اربع فترات اللي هو من 30 ل 40، من 40 ل 50، من 50 ل 60 بهذا الشكل. قديش الممبرشيب هاي؟ الممبرشيب هاي كلها عبارة عن 0.2 زي ما هو موضح هنا، اوكي. والفترة الثالثة اللي هي 70 80 90 100، تمام، والممبرشيب تبعتها 0.5 هنا، اوكي. طبعا هذا القانون اللي هو عبارة عن انه تجميع للمساحات، هو فعليا زي كأنه انت ايش بتعتبرهم؟ بتعتبرهم عبارة عن مستطيلات، او عبارة عن يعني انه مربعات، انه زي انت بتقسمهم مربعات يعني قصيرة. فبالتالي هذا الطول اللي اعتبرته 10 ضربته في الارتفاع 0.1، تمام،
وهنا نفس الشيء وضربته في الارتفاع، وهنا نفس الشيء ضربته في الارتفاع، وهكذا. فبالتالي وكأنه أنت بتروح بتجمع مربعات بهذا الشكل. طبعا هذا الكلام أنت بتروح بتقسمه على الممبرشيب كل واحدة إنه هي قديش متكررة. هنا أنا عندي 3 فترات، فبالتالي بوينت واحد بوينت واحد بوينت واحد، هنا 4 20 30 40 50 60، فبالتالي هنا بوينت اتنين بوينت اتنين بوينت اتنين بوينت اتنين وهكذا. فبالتالي الناتج أنا عندي بيطلع 67.4. هذا بيمثل أنا عندي مركز الثقل، أنا عندي مركز الثقل لأنه هذه مساحة إنه تأخذ فيه الهوازن، وهنا إنه زي هيك، عشان هيك إنه مركز الثقل إنه معمول له إزاحة بهذا الاتجاه، وأنا عندي هنا 67.4. هذا الرقم بدي إياك تسترجعه، يعني تحفظه عندك في الذاكرة. ليش؟ لأنه إحنا حنرجع له بعد شوي، حنشوف طريقة تانية في الديفازيفيكيشن ونشوف نقارن بين هدول الطريقتين. فبالتالي بدنا نتذكر انه قديش كان 67.4 السنتر اوف جرافيتي بهذا الشكل. طبعا 67.4 ايش بيمثل؟ بيمثل الريسك انا عندي بهذا الشكل، اوكي. فبالتالي انه بناء على الانبوت تبع المشروع قديش الريسك انا بحسبه 67.4. مشروع ثاني بانبوت مختلفه قديش الريسك؟ 20. مشروع ثالث قديش الريسك؟ 90. فبالتالي بقدر انه انا اخذ ديسيجن بهذا الشكل. طيب نيجي للطريقة الثانية. الطريقة الأولى زي ما حكينا إنه هي ممداني ستايل، إبراهيم ممداني من يعني وعالم من تنزانيا، وكان بيشتغل في لندن يونيفرسيتي، وهو حط هذا الأسلوب في 1975. طبعا هذا العالم متوفى في 2010. ووضعها في 1975، ويعني متوفى في 2010. في المقابل أنا في عندي عالم آخر اسمه ميشاو سوجينو. فواضح من الاسم تماما أنه هذا عالم ياباني. والمعروف انه في فترة الثمانينات انه اليابان كانت انه هي في الكنترول سيستمز، انه كانت رائدة في هذا المجال. وهذا العالم انه وضع ستايل تاني او اسلوب تاني في عملية الديفاز في 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 عملية الاستنتاج في الديفازيفيكيشن تحديدا، تمام. هاي انه بتعالج انه بعض الاشياء اللي موجودة في الطريقة الاولى في السوجينو ستايل اللي عفوا في الممداني ستايل اللي بيعتمد على السنتر اوف جرافيتي. طبعا هذا العالم لسه موجود عايش، وفي له ابحاث على جوجل سكولر ممكن انه انت تطلع عليه، لو انه انت بدك تشوف يعني شو الابحاث اللي هو بيسويها حاليا متعلقة بالفازي سيستم او بالكنترول سيستم. طيب شو اقترح؟ تمام. او قبل ما نحكي شو اقترح، انه بدنا نرجع نذكر انه الممداني ستايل، عملية الاستنتاج باسلوب الممداني، انه في متطلب يعني مطلوب منا انه احنا نوجد انه السنترويد للتو دايمنشنال شيب باستخدام الانتجريشن، تمام، يعني تكامل على دالة متصلة، تمام. وهاي it's not computational efficient. لاحظوا انه احنا بنركز هنا على موضوع الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي، لانه احنا هاي الشغلات احنا نستخدمها في الكنترولرز، في كنترول سيستمز، والكنترول سيستمز يعني ما بدي انه انا اذكر فقط انه احنا في عنا محدوديه في المصادر من ناحيه انه سي بي يو رام، كذلك انه اي عمليه حسابيه بتستهلك من الباور. فبالتالي انه مطلوب مني انه اصمم كنترول سيستم والبطارية اللايف تايم تبعها انه ممكن انه بدل ما يضل ساعتين بده يشتغل 12 ساعة. هذا هو المطلوب في يعني في الاداء. فبالتالي بدي اقلل العمليات قدر الامكان، وقد يعني اقلل التعقيدات قدر الامكان، وفي نفس الوقت بدي احافظ على مستوى من الـ 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 الاداء الـ المطلوب،
تمام. فشو اقترح ميشاو سوجيني او سي سوجينو؟ شو اقترح؟ اقترح انه احنا نستخدم سنجل سبايك، تمام، بدل ما يكون انا عندي فازي سيت بهذا الشكل. الفازي سيت انه عاده انه شكلها بهذا الشكل، تمام. فروح بقترح انه احنا بدنا ناخذ بس سبايك بتمثل هاي الداله، عشان تكون الامور واضحه. انه ممكن اوضح لك اياها هنا بهذا الشكل، انه انا عندي الممبرشيب عاده انه كيف بيكون شكلها. خليني استخدم اللون الازرق. كيف بيكون شكلها؟ بيكون شكلها بهذا الشكل. بتكون انه عادة زي هيك، او ممكن يكون في لها شكل تاني انه زي هيك بهذا الشكل. فهو شو بيقترح؟ بدل ما يكون في انا عندي فاز ست وهذه كلها بتمثل مساحة بهذا الشكل، تمام، شو بدي استعيد عنهم؟ بدي استعيد عنهم بسبايك. فبالتالي هذا الشكل كيف بده يصير شكله؟ بده يصير شكله بهذا الشكل. وهنا هذه النقطة هذه اللي هي بتمثل الماكسيموم، انه انا باخدها زي هيك وانه زي هيك، تمام. وهذه نفس الفكرة، انه انا عندي هاي المسافة كلها بتمثل مثلا بوينت واحد، فبالتالي بروح هنا في المنتصف وبروح باخد منها سبايك بهذا الشكل. فبالتالي صار التمثيل انا عندي بدل ما كان انه شكل هندسي زي هيك، صار انه عبارة عن انه وان بوينت، انه سبايك بهذا الشكل. اوكي، فبالتالي بياخد ممبرشيب في هذه البوينت تمام وزيرو everywhere else. فبالتالي لو رجعنا هنا انه هذه انه كانت بتاخد ممبرشيب ممبرشيب ممبرشيب، انه انا عندي في هذا الشكل انه ممبرشيب بالتدرج بهذا الشكل، تمام. هذا في حال انه الفاز الست العادية. اما السبايك بيكون 0 0 0 في المنطقة هذه، بيصير واحد بعديها برجع 0 0 0 بهذا الشكل. هاي الفكرة في الموضوع. اوكي، طبعا يعني هو شبيه في الممداني من ناحية تعامله مع الرول. فبالتالي انه انا عندي x is a 1 او x is a، y is b، z is f x y. تم الاستعادة في الموضوع، بدل ما كانت انه انا عندي هنا انه z is c، صار انه c هذه احنا استبدلناها بفانكشن انه b الانبوت فاريبل اللي هي الx والواي. اوكي، الفانكشن هاي ممكن انه هي تكون زيرو اوردر من الدرجة الصفرية، فبالتالي انه بتكون عبارة عن كونستانت بهذا الشكل، انه x is a واحد او a عفوا y is b، فبالتالي z is k. و الk يعني بديش اقول انه c هي عبارة عن فازي سيت، ولكن احنا المطلوب منه بعد ما نعمل ديفازيفيكيشن ان احنا بدنا نحصل على نمبر كونستانت. فبالتالي هنا عشان هيك استخدمنا انه هاي الكونستانت كي. اوكي، طيب نيجي نشوف نطبق هذا الكلام على الرولز. احنا زي ما اتفقنا انه انا عندي هنا اي واحد عفواً x a 3 y b 1، وهنا أنا عندي or، فبالتالي إنه الممبرشيب بهذا الشكل. فبالتالي إنه هنا إنه الأوتبوت اللي هو ال z، بدل ما كانت أنا عندي 3 ممبرشيبس أو 3 فازي سيتس، تم تمثيلها بثلاث أعمدة.
خليني أرجع هنا ل لاحظ كيف كانت إنه سي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة بهذا الشكل أشكالها. إيش تم الاستعادة عنهم؟ بثلاث أعمدة. خليني أوضح لك هذا الكلام في الرسمة هنا. إنه أنا عندي هاي الزي، إنه كان زي هيك وكان زي هيك وكان زي هيك. أوكي، إنه هذا سي واحد، هذا سي اثنين، هذا سي ثلاثة. إيش صار؟ إنه بطلنا نستخدم إنه هاي المساحات. إنه طبعا هذه بتاخد ممبر شيب فانكشن إنه في أي نقطة على اليونيفرس أوف ديسكورس بهذا الشكل. تمام، طبعا هذا الكلام إنه اختلف في ال في 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 أسلوب السنجلتون. في أسلوب السنجلتون إنه إيش بده يصير؟ أنا عندي هاي اليونيفرس أوف ديسكورس، تمام، إنه أنا عندي سي واحد بده يتمثل بعمود إنه بياخد فاليو معينة عند نقطة معينة وزيرو إلسوير، وسي اثنين نفس الفكرة. عشان هيك بنسميه سنجلتون سبايك. وسي ثلاثة نفس الفكرة. اوكي، فبالتالي انا عندي هنا صار انه الشكل هذا يتحول انه لثلاث اعمدة بهذا الشكل زي ما انت شايف عندك في السلايد هاي. في هاي السلايد، وزي ما انت شايف انه انت عندك هنا انا عندي زيرو وبوينت واحد، بدي اخذ الماكسيموم، الماكسيموم بوينت واحد، تمام، يبقى هنا انه كي واحد، فصار انه انا عندي هنا كي واحد، كي اثنين، كي ثلاثة. اختلاف الموضوع انه لو احنا رجعنا هنا على السلايد انه هذه صحيح سي واحد سي اثنين سي ثلاثة، هنا بديش اقول انه بدي اعتبرها كي مش سي، فبالتالي هذه بدها تصير انه كي واحد كي اثنين كي ثلاثة بهذا الشكل. تمام، فبالتالي هنا انه بوينت واحد انه زي از كي واحد، وهنا زي از كي تو، وهنا زي از كي ثلاثة. تم استبدال السي بالكي لانه احنا بدنا كونستانت. فبالتالي بروح بعمل بروجكشن وين؟ على باخذ نسبة من العمود هذا اللي هو كان اصلا انه يعني واحد عند المنطقة هذه، انه اخذنا منه واحد من عشرة. تمام، وهنا نفس الرول بالضبط، وانه انا عندي بوينت اثنين بوينت سبعة، بدي اخذ المينيموم بوينت اثنين بس عند وين؟ كي اثنين بهذا الشكل. تمام، وهنا انا عندي 0.5 عند كي 3 اللي هو هنا مونوتونيك سيليكشن بنفس الفكره. فبالتالي الناتج انا عندي بدل ما كان انه هو عباره عن مساحه، صار هو عباره عن ثلاث اعمده، انه انا عندي الاجريجيشن للاوتبوت هنا، انه انا عندي عباره عن يعني ثلاث اعمده بدي اعملها سميشن. كيف السميشن؟ بده يصير بهذا الشكل، انه الممبرشيب في الكي، الممبرشيب في الكي، الممبرشيب في الكي، ممبرشيب تبعت كي واحد في كي واحد، ممبرشيب كي اثنين في كي اثنين، وهكذا. فبالتالي انه بوينت واحد في عشرين اللي هي قيمة الكونستانت نفسه، تمام؟ لانه هذا انه احنا اجينا هنا عند اليونيفرس اوف ديسكورس، انه عند نقطة معينة، برجع بأكد هنا انه هاي اليونيفرس اوف ديسكورس، بروح باخذ منطقة المنتصف. انا عندي انه هنا زي هيك، انه هاي بدي اخذ هذه انه عمود بيمثلها، فبدي اروح باخذها في المنتصف زي هيك. هاي هذه 20، هاي هذه انه على سبيل المثال مثلا 40، وهي هذه على سبيل المثال انه 80 بهذا الشكل. هذه برضو النقاط انه يعني هذه الفازي ست انه بحددها الدومين اكسبرت، والسنجلتون برضو بحددها الدومين اكسبرت. فبالتالي انا عندي هنا 0.1 في 20، 0.2 في 50، 0.5 في 80 على بوينت واحد زائد بوينت اثنين زائد بوينت خمسة. لاحظ انه كم الحسابات هنا
أقل بكتير 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 من اللي كان مستخدم في الممدان ستايل أو في السنتر أوف جرافيتي، مركز المساحة. وبتلاحظوا إنه الناتج قديش طلع أنا عندي 65، إنه مركز الثقل هي طلع أنا عندي هنا 65. وإذا بدنا نقارن هاي الشغلة بالناتج اللي كان هناك، متذكر قديش كانت؟ 67.4. فبالتالي هنا لاحظ إنه النتيجة إنه قريبة نوعا ما، والكمبيوتيشن أقل بكتير بكتير. أوكي، الآن نيجي ل إنه إحنا بدنا نقرر نستخدم ممداني ولا سوجينو. كيف نختار بيناتهم؟ لما تعودنا في كل محاضرة إنه في هنا عندي أسلوبين، أستخدم هذا الأسلوب ولا هذا الأسلوب، ما فيش حاجة إنه في أسلوب أفضل من أسلوب. فبالتالي بدنا يعني نعمل هايلايت لمجموعة من النقاط لكل واحد. الممداني ستايل مستخدم على نطاق واسع، تمام، ومستخدم في عملية انه الكابتشر للنولج من الدومين اكسبرت، وبسمح لي انه يعني اوصف الخبرة بشكل انه منطقي اكتر واقرب للانسان. ولكن العيب الوحيد تبعه اللي هو السبستيشنال كومبيوتيشنال باردن، او انه الكومبيوتيشنال كومبلكسيتي تبعته عالية. في المقابل الميثود السوجيني ميثود افكتيف، فعالة وبتشتغل بشكل يعني رائع جدا في الاوبتمايزيشن والادابتيف تكنيكس، وبتجعلها انه طريقة كتير جذابة انه نستخدمها في الكنترول بروبلمز، خاصة لما تكون انه الدومين انا عندي دايناميك ويكون السيستم نون لينير. فبالتالي انه هاي انه كل اسلوب انه ما له وما عليه. اوكي، ف بهيك احنا بنكون خلصنا محاضرة اليوم وشفنا يعني اسلوبين في الاستنتاج، تمام. في كذلك انه احنا شفنا في الممداني ستايل انه في انا عندي طريقتين في انه ناخذ الاوتبوت اللي هي السكيلينج والكليبينج، تمام، وبإحنا بنشتغل يعني بأسلوب السنتر أوف جرافيتي. وشوفنا بالسوجينو ستايل إنه إحنا كيف بنعتمد على السنجلتون في 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 حساب الأوتبوت عشان نعمل أجريجيشن لإله ونجيب السنتر أوف جرافيتي. وشوفنا كيف إنه النتائج متقاربة لنفس المثال، ولكن الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي إنه أقل كانت. في المحاضرة الجاية إن شاء الله بدنا ناخد كيف ممكن إنه إحنا نبني فازي اكسبرت سيستم من الصفر، كيف ان احنا نجيب الرولز وكيف ان احنا نبني السيتس وكل هاي الامور. ففعليا انه بده يكون انه زي مثال تطبيقي بيساعدنا انه احنا نستوعب اكثر كل هاي البروسيس انه كيف بيتم استخدامها، واللي هي اصلا مطلوبة كتير في العديد من الكنترول سيستمز اللي موجودة في العالم الان. بتمنى انه تكون محاضرة اليوم واضحة بالنسبة لكم، وشكرا جزيلا لكم لمتابعة المحاضرة للنهاية. يعطيكم العافية.